اليوم كامل الموصلية راح أزور حاوي الكنيسة. هذا الحاوي اللي ما شاء الله يعني يمتلك المئات من الدونمات لزراعة أنواع كثيرة من الخضروات الصيفية والفواكه. الرقي من الزراعة إلا إلى تحوش الحوش. لازم أنت ما تفرج الرقي أبد، لأن الرقي يختلف عن طاف عن بعض المزروعات الأخرى. ليش يختلف؟ يراد له معانا مدارة من لازم يعني كان ما لعبوا طفل صغير نفس الطريقة بالضبط. فإحنا من نزرع وإذن به إلى هذه إلى ما نقوم نحوش إلى ما يصل ليد الناس. لك سرعت انا الاسعار كلها المعاش السنه كله يبشر بخير. نعم ان شاء الله كلها ما شاء الله، واسعار هيجي يعني تصرف للفلاح والمزارع. نعم وحتى للمواطن يعني ما يشكو، حتى المواطن ما يشكي لان هو جاي ياخذ ناس تستفاد من الناس. افضل انواع اللي يصرفها افضل انواع الفاكهه التوث. هذا افضل انواع الفحم، لاني دائما موجودات عندك، لان دائما موجودات عندي. يعني هذا يصير فحم هنا، هذا فحم ممتاز درجه اولى ممتاز. شوف هاي ورا ما كملنا الكور نفتح الكور. نعم نرجع نشيل تشينكو ونرجع نعبيه بقواني. نعم يطلع فحم مكسر، يطلع فحم، هذا فحم مكسر اعبيه بقواني، اجهزه اخيطه احمله بالسياره عاد اوديه على المطاعم على الاسواق. عندك يعني ناس تشتري منك؟ عندي معامل. نعم